خدكم دلوقتي لحاجه جميله، يعني من ضمن الحاجات الجميله اللي بنسمع عنها من بعيد وما بنعرفش تفاصيلها غير لما نقترب منها. النهارده كان في مؤتمر كبير جدا لوزاره التضامن الاجتماعي، ووزاره التضامن ما سمتوش مؤتمر انجازات ولا مؤتمر نجاحات، سمته برضو مؤتمر كشف حساب ونتائج برنامج تكافل وكرامة على مدار السنتين اللي فاتوا. النهاردة المؤتمر كان في غاية الروعة، خلونا نشوف واسمعوا بس الأستاذة غادة والي قالت إيه في الحديث عن الطبقات المعدمة، الناس اللي إحنا لما بنشوفهم كده وإنت راكب عربيتك تحس بالذنب إنك مش عارف تعمل حاجة مهما ساعدته، مش عارف تعمل حاجة. الناس اللي ما بتشوفهمش أصلا، اللي في أقصى صعيد مصر، اللي ما بتعرفش توصل لهم حتى لو كان عندك النية الطيبة. تعالوا نشوف الدولة بتعمل معاهم إيه ونرجع نكمل كلامنا. احنا مش بنشوف قدامنا عرض فقط لإنجازات مشروع ضخم وكبير زي تكافل وكرامة، لكن كمان بنشوف رؤى واضحة ومحددة بمواعيد للتوسع وللامتداد ولأنه مشروع يتم استكماله. احنا النهاردة بنعلن أنه في خطوة اتحققت بنجاح، لكن لسه في خطوات كبيرة تالية بتحتاج من كل الموجودين ومننا كلنا كل الدعم. ما حققناه معا حكومة ومجتمع مدني ومحافظين وشركاء دوليين ساعدونا ومولونا وادونا دعم فني وأطلعونا على الخبرات الدولية يساوي ما تحقق في 32 سنة دعم نقدي. احنا في سنتين وصلنا 1,700,000 أسرة، معاش الضمان الاجتماعي وصل 1,500,000 أسرة في 32 سنة. هذا الجهد الحقيقة كان لشعورنا بوطأة التحديات الاقتصادية اللي بيعاني منها المصريين. ده كان جزء من التزامات الحكومة في برنامج الحكومة. الحكومة المصرية الحالية تقدمت لبرنامج لمجلس النواب ذكر هذه التفاصيل وقال انه وزارة التضامن بتلتزم ان هي تصل للأسر الفقيرة بدعم نقدي مشروط. المكاتب والوحدات الاجتماعية مفتوحة. هذا البرنامج ليس برنامج محدد المدة في التقدم ولا ليه تاريخ نتوقف فيه عن تلقي الطلبات. من يشعر أنه غير قادر على العمل أو أنه يعاني من الفقر الشديد، من الإعاقة، المسن اللي ما عندوش حماية، يتقدم للوحدة الاجتماعية التابع لها سكنه علشان الوحدة الاجتماعية يملأ فيها طلب، والباحث الاجتماعي هينتقل لمنزله ولزيارته وهيطلب منه استكمال المستندات. The role of the World Bank in this program is to share the experiences from other countries. And when we are asked to finance, we have financed, we have provided a loan to the government of Egypt for this. But I think it's really up to the government how much they want to borrow. And what is important is that the government is putting its own money in. So this is not an externally funded program. All we do is provide a little bit of resources and a little bit of expertise. هو دور البنك جزئين، دور دعم فني، وان احنا بنوري الدوله الدول الثانيه عملت برامج دعم نقدي شكلها ازاي، فده نوع من انواع الدعم الفني. وفي دعم اللي هو القرض، في قرض ب 400 مليون دولار البنك ده لمصر، بس هو بيؤكد ان مصر حاطه فلوس في البرنامج ده اكتر بكتير من الفلوس البنك حطها. البرنامج ده بيهدف الى الناس الاقل، القرى الاكثر فقرا في جمهورية مصر العربية. وعشان خريطة الفقر دي تبقى مكتملة كان لازم يبقى في قاعدة بيانات شاملة لمين هم الناس اللي هم مستهدفين من البرنامج، وبالتالي تم تكوين قاعدة بيانات لحوالي 14 مليون مواطن اللي بيجرى عليهم عشان ليه في شروط معينة لبرنامج تكافل وشروط معينة لبرنامج كرامة. بالتالي الشروط دي اتحققت في حوالي 1,700,000 أسرة. تم تنفيذ السنة اللي فاتت حوالي 500,000، والحمد لله بالنجاح بتاع السنة اللي فاتت كان في تارجت صعب شوية ومستهدف ان احنا نضاعف 3 أضعاف اللي عملناه السنة اللي قبلها. وبالتالي كان علينا ضغط وتحدي كبير قوي احنا وزارة التضامن والبريد المصري الشريك معانا في تنفيذ الأعمال لتكافل وكرامة.
قبل ما ندخل في تفاصيل المبادرة اللي هسيب دينا تشرحها لنا، عايزين نشوف صورة معالي الوزيرة دينا عبد الكريم. يعني يا عم وزيرة ده كان بداية التقرير. دينا واقف برضه هيبة والميكروفونات والجماهير يعني بص 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 الجمال، بص الشياكه. ماشي يا احمد، ماشي يا احمد، ندخل في الموضوع يا جماعه. كلمه بقى، بص يا جماعه حاجه يعني حاجه تشرف والله، احنا خير سفير لنا في عشان كده بتقول لي دكتوره دينا، عشان لما ايوه انا كان قلبي حاسس. خليك المستشار الاعلامي بتاعي الوزيره القادمه، ما تنسيناش بقى وخديها معاكي ساعتها بقى في العربيه السوداء والحركات وبتاع. لا حقيقي النهارده مشروع كان يعني مبهر لكل الحاضرين. الحاضرين النهارده في المؤتمر كانوا مجموعه يعني من صفوه رجال المجتمع المدني، النواب، الوزراء، السفراء، الناس اللي اشتغلت في المشروع، المنظمات الاهليه كمان اللي عاونت في المشروع. باختصار ايه هو تكافل وكرامه للي ما سمعش عنه؟ لانه اعتقد انه تكافل وكرامه اكثر تاثير ليه واكثر نشاط ليه في الصعيد، لانه صعيد مصر فيه 25% من السكان كان لكنه في حوالي 80% من الفقر، واتمنى ارقامي تكون صحيحه، لكن هو افقر محافظات. وحتى بحسب كلام استاذه غاده وادي النهارده قالت ان هي فعلا ابتدوا في ثلاث محافظات وبعد كده امتد المشروع لباقي الجمهوريه. تكافل وكرامه باختصار هو انه اذا كان في اسره فقيره، في الاب او الام مش بيعملوا وفي اثباتات بدي ان هم مش تحت اي مظله تامين اجتماعي، او ان هم بيشتغلوا لكن مهن بسيطه تمنعهم عن انهم يعولوا اولادهم او انهم يخلوا اولادهم يستمروا في التعليم، فتكافل بيضمن ده. انا وانا بودي اولادي مدرسه ومرتاح وقادر ادفع وقادر او اعلمهم احسن تعليم، انا كمان كمواطن مصري مش حاسس بالذنب تجاه مواطن مصري تاني مش قادر يعمل كل ده، لان احنا كلنا عارفين يعني ايه تعليم في مصر ويعني ايه تكلفه وكلفه التعليم في مصر. تكافل بيضمن ده بحد اقصى ثلاث اطفال. دي اللي عجبتني قوي يا احمد، انه ما يشجعش الاسره اللي عندها ست اطفال يقول لك مش هدعم ست اطفال، هدعم ثلاثة بس. ودي نظره لان انا هقول مش هجيب عيال كتير واسترزق بيهم زي الفكره اللي هي ما حدش يقول لك الثروه البشريه والايه يا حبيبي الصين لا. بجلاله قدرها عامله سياسه الطفل الواحد داخله في حاجه 20 30 سنه دلوقتي طبعا، ولولا السياسه دي كان زمان الصين في حته تانية خالص. طفل فقير غير متعلم دي كارثه، دي مش ثروه ابدا يعني.